السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے اور اس کے اندر موجود تجوید کے قواعد کو جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاک مت تكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اب ہم پوری سی سورت کی تلاوت کریں گے, ایک ایک آیت کو پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.